تمتد أبخازيا على ساحل البحر الأسود مسافة 210 كيلومترات. هذا البلد الصغير لم تعترف به سوى 5 دول في العالم بعد إعلانه الاستقلال عام 1994 إثر حرب دامية مع جورجيا. مات الكثيرون. لا تزال أبخازيا تكافح في سبيل نيل الاعتراف الدولي بها. ليس معلوماً كم سيطول هذا الكفاح. المبدأ المسجل في القانون الدولي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها هو مجرد نفاق. مرحباً يا رفاق. سمى الوالد ابنه ليون تكريماً لملك أبخازيا الذي أعلن استقلال أبخازيا عن الإمبراطورية البيزنطية في عام 780. يميناً تراصف. يتعلم ليون الدفاع عن وطنه الذي بدأ تاريخه الحديث في عام 1992 قبل ولادته. قيام، راحة. الرفيق الملازم طلاب السنة الثالثة وعددهم 8 جاهزون للحصة الدراسية عن قيادة الوحدة في وقت السلام. لدى أبخازيا جيش صغير، القليل من الشاحنات، بضع دبابات صنعت في 60ات القرن الماضي، أما المدربون فهم قدام المحاربين ضد جورجيا. إن انخفض ضغط الزيت في الجهاز الرئيسي فهذا يعني أن لديك تسربا للزيت في مكان ما، فهمت؟ إنها بالذي حارب في مجموعة العقرب روى لي كثيراً كيف كانوا يقاتلون. كان الزي العسكري يعجبني دائماً. اجلسوا. كرست قصيدتي الأولى لشعبي، شعب جمهورية أبخازيا، وسميتها أبسني، أي أبخازيا. بعد انهيار الإمبراطورية الروسية، كانت جمهورية أبخازيا وجارتها جورجيا في الاتحاد السوفيتي كيانين متساويي الحقوق. لكن سرعان ما دخلت أبخازيا في قوام جورجيا ككيان ذاتي الحكم. ورداً على ذلك، احتشد الأبخاز في عام 1931 في اجتماع وطني عام قرية دوريبش، معارضين بذلك أول مرة الانضمام إلى جورجيا، الأمر الذي لم يعجب ستالين، فبدأت السلطة السوفيتية بتوطين الجورجيين في أبخازيا لطمس البنية القومية للجمهورية. ثم حذفت اللغة الأبخازية من المناهج الدراسية حتى عام 1950، وأجبر الأطفال في المدارس على تعلم لغتهم الأم على أساس الأبجدية الجورجية. وقمع النظام السوفيتي كل مظاهر الحركة القومية الأبخازية. وبعد نصف قرن لم يتغير موقف الأبخازيين من ستالين. وإذا كان بعض الجورجيين يتخذون ستالين معبوداً، فإنه يبقى طاغية بالنسبة إلى الأبخاز.
أي موقف يمكن أن يكون من ستالين؟ الشخص الذي قضى في الواقع على قسم كبير من المثقفين الأبخاز والقومية الأبخازية باستخدام أساليب قاسية جدا. في عام 1931 ضمت أبخازيا بالقوة إلى الجمهورية الجورجية السوفيتية آنذاك. عندها فقدت أبخازيا أهميتها ولم تعد كما كانت عليه. أصبح تفكك الاتحاد السوفيتي بالنسبة للأبخاز فرصة للإعلان من جديد عن مطالبهم بالاستقلال، الأمر الذي لم يرق جورجيا، لتتحول المواجهة السياسية إلى مواجهة مسلحة. في 14 من أغسطس من عام 1992، في أوج موسم الاصطياف، دخلت وحدات الحرس الوطني الجورجي أبخازيا. الذريعة الرسمية لإدخال القوات كانت حماية خط سكة الحديد الذي يفضي إلى روسيا من أرمينيا عبر جورجيا. هكذا بدأ واحد من النزاعات الدامية الأولى بين القوميات على أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. والد ليون ليري منجية يلاقي ابنه في مفترق الطرق هناك حيث حاربت مجموعته العقرب في وقت ما، وكان خط الجبهة يمر على طول الطريق. كما لو أن رحى الحرب دارت أمس هنا. كان عمر والد ليون 25 سنة في عام 1992، وهو يقول إنه لم يكن لديه خيار آنذاك، فقد دافع عن الوطن. لم يرحم الشباب أنفسهم، قاتل الجميع، الجميع أبطال. لقد دفنا كثيرا من الشباب. إن الحرب، فما العمل؟ تسمى حرب الاستقلال في أبخازيا الحرب الوطنية. لقد أودت بحياة 4000 أبخازي و 4000 جورجي، واضطر 250,000 جورجي إلى النزوح من أبخازيا. قم بالمراقبة، إذا لزم الأمر قل لي وسأطلق النار. لا حرب من دون الخسائر والصعوبات. لم يدافع الرجال فقط عن أبخازيا بل النساء أيضاً. ميزيا حاربت إلى جانب زوجها باريس الذي تعرفت إليه في المسرح، حيث كانا يمثلان في مسرحية عن الأنصار في الحرب العالمية الثانية، واحتفلا بعرسهما قبل أسبوع من بدء حرب أخرى هي الحرب الوطنية الأبخازية. إذا اقتربت إلى هنا أكثر فسترى على القبعة آثار الطلقة القاتلة. رأت ميزيا أثر الطلقة القاتلة على قبعة زوجها. لم تستطع الصفح عن موت باريس. الألم شديد جداً، الجروح لم تلتئم بعد. لسنا مستعدين لنسيان ذلك، والأمهات اللواتي دفنن أبناءهن لم ينزعن لباس الحداد بعد. الجميع تقريباً في أبخازيا يعرفون بعضهم بعضاً، لهذا فإن فقدان آلاف الشباب من الأقرباء، من الأهل، بل حتى من المعارف الحميمين هو مأساة. لقد ألحقت الحرب أضراراً هائلة، ليس بالاقتصاد فحسب بل بالأرواح أيضاً. من الممكن رؤية آثار تلك الحرب في أبخازيا في كل مكان. سخوم، شارع غيمستينسكايا، خط الجبهة الذي كان يمر على مقربة من هذا الحي. كان السكان يختبئون في الأقبية، أما شققهم فكان المقاتلون يستخدمونها كمواضع للرمي. البناية محطمة قليلاً. عمر ماريا 80 سنة،
لقي ابنها مصرعه. قسمت الحرب حياتها إلى قسمين، قبل الحرب حين عاشت وبعدها حيث تصارع من أجل البقاء. نصعد الدرجة هكذا عدة مرات أحياناً في اليوم، إلى هنا وهناك. كنت هنا طوال الحرب. سقطت 3 قذائف في شقتها خلال الحرب. استقرت قذيفة هنا وسقطت قذيفة أخرى هناك، فحطمت النافذة ونصف الجدار. أخذت ماريا الأثاث من الشقق المدمرة، كما أنها كانت طوال 12 سنة بعد الحرب تتناول الطعام في مطعم خيري كي لا تموت من الجوع. كان الصليب الأحمر يطعمنا، شكراً لهم، كما أن روسيا قدمت لنا المساعدات الإنسانية، بطانيات وأشياء كثيرة أخرى. كثيرون ماتوا، هذا كان نصيبنا إذن. لعلي أقدم لكم بعض السكاكر؟ تفضل، تناول. خذ. اعذرني لعدم وجود شيء آخر. ها هو مكاني المقدس، أصلي دائما من أجل السلام. تعترف ماريا بأنها لولا معاش التقاعد الذي تتلقاه من روسيا منذ عام 2004 لما تمكنت من البقاء على قيد الحياة. لم يكن لدي ماء، أنا لم أستخدم حوض الاستحمام مدة 20 سنة، لم يكن هناك ماء، لا أستطيع الرؤية جيداً، وإحدى عيني لا ترى على الإطلاق. في 14 مايو عام 1994 وقع الجانبان الجورجي والأبخازي بوساطة روسية اتفاقية وقف إطلاق النار. الحدود الجديدة بعد الحرب بين أبخازيا وجورجيا تمر الآن على طول نهر إنغوري الذي كان سابقاً يفصل بين منطقتين في جمهورية واحدة، وهو الآن منطقة حدودية، بيد أن جورجيين كثيرين ظلوا يعيشون على الأراضي الأبخازية. ها هي الحدود، وها هي الأسلاك الشائكة. أنا ولدت هنا. كان ممكناً حتى وقت قريب عبور الحدود عبر نهر إنغوري في عدة أماكن، أما الآن ففي مكان واحد فقط. الحرب انتهت منذ فترة، لكن الشعبين يستمران في الانعزال بعضهما عن بعض. نريد فتح الجسر، فهو لن يضايق أحد، وسيكون كل شيء على ما يرام. لا ذنب للجورجيين البسطاء فيما حدث. نحن دافعنا عن أنفسنا من النظام الذي هدد أبخازيا. إننا نعيش جنباً إلى جنب. لا تستطيع جورجيا الذهاب عنا، كما إننا نحن لا نستطيع أيضاً الابتعاد عنها. كان راؤول خاتشيمبا نائباً للرئيس عندما اعترفت روسيا في عام 2008 باستقلال بلاده بعد النزاع الجورجي الأوسيتي. لقد كان ذلك عيداً وطنياً حقيقياً. توصل راؤول خاتشيمبا خلال سنوات النضال من أجل الاعتراف ببلده إلى استنتاج مخيب للأمال بالنسبة إليه. المبدأ المسجل في القانون الدولي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها هو مجرد نفاق. عند الضرورة يتم تطبيق معايير مزدوجة من هذا المبدأ، وتطبقه الدول أو لا تطبقه انطلاقاً من مصالحها الخاصة. أما نحن فلا نتوخى هدف الاعتراف بنا من قبل الجميع بين ليلة وضحاها. المهم بالنسبة إلينا هو أن نتكامل في الداخل وأن نهيئ الظروف لتطور البلاد. أما الاعتراف فسيأتي بالتدريج فيما بعد. بكل الأحوال ترى تبليسي، سواء في فترة الحرب مع أبخازيا أم في السنوات الأخرى، أن سعي الأبخاز للاستقلال هو مظهر من مظاهر النزعة الانفصالية الإجرامية. إن مشروع تجزئة جورجيا وفصل مناطق عنها مثل أبخازيا لن يتحقق أبداً.
لن يعترف العالم أبداً بكيانات الدول الجديدة التي نشأت نتيجة للنزاعات المفروضة على إرادة الشعب. تجذب أبخازيا في السنوات الأخيرة الناس من جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق. جاء ديمتري كاماروف إلى قرية بريمورسكايا من موسكو، وكان في العاصمة الروسية موظف مكتب عادياً. أمضى فترات استجماماً في أبخازيا مع عائلته عدة مرات، ثم قرر تغيير حياته جذرياً. توصلنا إلى استنتاج يفيد بضرورة الانتقال إلى هنا للعيش من أجل البقاء لا أكثر. يأمل ديمتري في ممارسة أعماله السياحية هنا. أبخازيا تذكره بإيطاليا. أبخازيا تشبه إيطاليا بجمالها وجوها. الناس هنا أيضاً منفتحون، يتميزون بالخفة ورحابة الصدر. من السهل جداً معرفة كيف تعيش أبخازيا الآن. يكفي المجيء إلى كورنيش سخوم. مرحباً، أيمكنني الجلوس؟ لعلكم لا تمانعون. هذا المكان هو هايد بارك محلي. السكان هنا يناقشون أمور السياسة وآخر الأخبار. هنا توجد قواعد غير مكتوبة. يمكن تناول المشروبات غير الكحولية فقط. يمكن اللعب بالشطرنج والداما والنرد، ولكن ليس بالورق. والأهم أن لا أحد يعير اهتماماً للوضع الاجتماعي. الجميع متساوون. القضية الرئيسية هي الأمن، إذ إنك قد تستيقظ صباحاً ويقف فوق سريرك جورجي يحمل رشاشاً يقف فوق رأسك. هكذا كان الحال. كانت السفن الجورجية تجوب المياه الساحلية هنا من دون حسيب أو رقيب. لم تكن هناك أي نزاعات بين أبخازيا وروسيا على امتداد قرون. من المتعارف عليه القول إننا على حدود العالم الروسي. عاشت أبخازيا السوفيتية ليس على حساب تصدير الفواكه والخمر والشاي فحسب، بل أيضاً بفضل ملايين السياح الذين كانوا يأتون إلى هنا للاستجمام واستعادة عافيتهم. تدفق السياح إلى أبخازيا من جديد في السنوات الأخيرة. هذا أحد منازل ستالين الصيفية، إنه يقع على أراضي دير آثوس. كل شيء بقي هنا من دون تغيير. أغلقت الحرب الجورجية الأبخازية أبخازيا بوجه السياح فترة طويلة. وضعها كبلد غير معترف به عاق تدفق السياح. الآن فقط بدأت إيرادات السياحة ببلوغ مستوى ما قبل الحرب. إذا تحدثنا عن الحقبة السوفيتية، فإن أبخازيا كانت تستقبل ما يزيد عن 2 مليون شخص أو 3 ملايين في السنة. الحمد لله أن عدد الناس الذين يزورون أبخازيا اليوم قد تساوى تقريباً مع تلك المؤشرات التي ذكرتها. أما إذا أضفنا عدد السياح المنفردين، فستصبح المؤشرات أعلى من ذلك. تكمن المشكلة في عدم وجود مجمعات استجمام وفنادق من الدرجة الممتازة عندنا. لهذا لا يأتي إلينا السياح الأثرياء تقريباً. لكن الخدمات عندنا رخيصة وعالية الجودة بما يكفي، كما إن المواد الغذائية رخيصة، والأهم من ذلك أنها صديقة للبيئة. فوض الحصار اقتصاد البلاد. أصبحت أبخازيا تشبه محمية مهجورة، حيث يمكن رؤية آثار الماضي السوفيتي
هنا وهناك حيث الجميع يتكلم الروسية ويحلمون بحدود مفتوحة مع روسيا. نحن نعرف جيداً على سبيل المثال كيف تنظم العلاقات بين الدول الأوروبية. لا حدود تقريباً بينها، بيد أن الدول نفسها لم تفقد سيادتها. لما إذن لا تقام مثل هذه العلاقات أيضاً بين أبخازيا وروسيا؟ تحرص أبخازيا بعد الحرب مع جورجيا وسنوات الحصار الطويلة على أن تكون أقرب إلى روسيا، في حين أن الساسة الجورجيين الذين فقدوا الأمل في إعادة هذه المنطقة بالقوة يتذكرون التاريخ المشترك. الأبخاز شعب قليل العدد لكنه يمتلك تقاليد عميقة وثقافة غنية. هذا الشعب بحاجة إلى الحماية، إلى الرعاية والتنمية، لكن هناك قوة على ما يبدو ترغب في جرنا إلى مواجهة يكون فيها الأبخاز أنفسهم في أخطر الأوضاع. يبقى كل شيء على كورنيش سخوم من دون تغيير. يتجادل كبار السن حول الماضي، يتحدثون عن الحاضر، يتذكرون أواصر الصداقة مع الجورجيين. لا توجد مواجهة أبدية. عاجلاً أم آجلاً سيكون علينا التفاهم مع الجورجيين، إذ إن من الأفضل لنا العيش في سلام ووئام مع الجيران. وعلى الرغم من أن جورجيا تشكل خطراً ما، فلا يتوقع في ظل وجود القوات الروسية على أراضي أبخازيا وقوع كارثة واسعة النطاق في القريب العاجل. لم تنتهي في تسعينيات القرن الماضي قصة ميزيا وزوجها الذي قتل في الحرب، وتم التعرف رسمياً على جثته ودفن في قرية العائلة، لكن زوجته لم تستطع الاستكانة. شعرت أن المدفون هناك ليس زوجي، ولهذا أجريت تحريات الخاصة وتأكدت أن الجثمان المدفون في ضيعة العائلة لا يعود إلى زوجي. نالت ميزيا الموافقة على استخراج الرفات لتشريح الجثة وتحديد هوية الميت من جديد، وتبين أن شخصاً غريباً قد دفن في قرية العائلة، بينما كان رفات زوجها طوال هذه السنوات مع رفات 2000 قتيل آخر في هذه الحرب. بناءً على طلبك، ذبحت أمك ديكا وأعدت طبق خاتشابوري وغير ذلك. سنأتي الآن ونجلس إلى المائدة ثم نواصل الحديث. كان والد ليون يأمل دائماً في ألا يضطر ابنه إلى القتال، وبهذا الأمل رحل إلى العالم الآخر بعد شهرين على تصوير فيلمنا هذا. لقد انتهت الحرب بالنسبة إلينا هنا، ودفننا رفات زوجي في ضيعة العائلة. يقول الناس إن الحرب لا تضع أوزارها إلا بعد دفع جميع القتلى. لم يكن لدى ميزيا وزوجها الوقت الكافي لإنجاب الأطفال، وكان في عام 1992 يعتقدان أن المستقبل أمامهما، وبعد الحرب أعطتها أخت زوجها ابنها لتربيته.